الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سؤال يتكرر في مثل هذه الأيام كل مرة، وهو حكم تخصيص وتقديم أكل الكبد يوم الأضحى. أقول وبالله التوفيق، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفطر في الأضحى حتى يأكل من أضحيته، فهل هذا معناه أنه عام في أي جزء من الأضحية، أم كما يقول العامة يأكل من الكبد؟ حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، في رواية ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح، في رواية حتى ينحر، في رواية حتى يضحي، في حديث آخر كان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع، وزاد أحمد والبيهقي والدارقطني ويأكل من أضحيته. قيل أن الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأخر في الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته أن يوافق الفقراء، لأنهم ينتظرون من يطعمهم من الناس من لحوم الأضاحي. وقيل كذلك على أنه يشكر الله عز وجل لنعمته سبحانه، وامتثالا لقول الحق سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولهذا استحب أهل العلم أن يؤخر المضحي حتى يرجع، فإن كان له ذبح ذبحه وأكل من ذبيحته. لكن هل يأكل الكبد أولا، أو له أن يأكل مما تيسر له من أضحيته؟ المتتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وللأحاديث الواردة في الباب لا يقف على تخصيص عضو معين أو موضع محدد، بل وردت السنة في مطلق الأكل، وإنما استحب الأكل من كبد الذبيحة. وجدنا هذا عند بعض العلماء، استحباب أن يقدم الأكل من الكبد في الذبيحة، كما قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وغيره اعتمدوا على حديث عند البيهقي في السنن الكبرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع أكل من كبد أضحيته، ولكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. قال ذلك الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، وذكره كذلك الألباني في تعليقه على سبل السلام، وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. وفي الأخير لا بأس أن أشير إلى أن الأكل من الكبد خاصة راج بين الناس، وجرت به العادة بينهم بأنهم يفطرون على الكبد. لماذا؟ لأنه أخف الأعضاء، وأيسرها انتزاع، وأسرعها نضج، وأسهلها هضم، فلذلك الناس يميلون إلى أخذ الكبد لأنه أخف الأعضاء بسهولة ننتزعه. وأمر آخر أنه يسرع الإنسان في طبخه وفي نضجه، وكذلك يؤكل بسهولة، فلذلك الناس يسرعون بأكل الكبد من الأضحية، فلا بأس بذلك على ما جرت عادة الناس على ذلك. لكن السنة أن يفطر المرء على شيء من أضحيته كيفما كان. في قصة تذكرتها للتو ولا بأس أن أدرجها في حديثي عن أكل الكبد، امرأة مع زوجها أعرفهم أرادوا الذبح يوم عيد الأضحى، وهو لا يجيد الذبح وأول مرة سيذبح، والمرأة كذلك لا تجيد ذلك ولا تعرف لا غسل الأحشاء ولا غير ذلك مما تعرفه النساء، فاستعان بها وتعاون بينهما وربط الأضحية واتصل بأخ لهما يشير عليهما كيف يفعل، أخ يجيد الذبح ويجيد السلخ، فكان يقول له افعل كذا افعل كذا، فربط الأضحية وذبحها بعد مشقة وبعد تعب شديد وبعد ضنك شغلهما لوقت طويل. بعد ذلك ما إن دابة الشاة الكبش انتهى من حركته ومات نهائيا، وقف ينظر إليها فقال: الآن من أين نبدأ؟ أم من الرجلين أم من الرأس أم من أين نبدأ؟
قالت له ابدأ بما شئت، لكن قالت لي أختي أن الكبد هو أول شيء ينتزع وأنه أول شيء يطبخ، فهل أعطيتني الكبد من بطنه فأبدأ أنا في طهيه وفي نضجه وفي إعداده وأنت افعل ما شئت. قال فبقي ينظر إليها وتنظر إليه، كيف سأنتزع الكبد ومن أين سآتي به وفي أي موضع يوجد؟ على أي بقي على تلك الحال حتى أنجدهما الأخ الذي يجيد الذبح فأتم السلخ وأخرج الكبد، وهنئ الجميع بالعيد إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين وأن يوفقنا إلى حسن الأعمال الصالحة في هذه الأيام، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد. أحبكم في الله، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.